السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتي المزارعين على القناة الزراعية الأولى. نحن اليوم في الحديدة مع واحد من أشهر المزارعين، الوالد الحاج أحمد علي الخولاني. الحاج أحمد علي الخولاني يعتبر من الذاكرة الزراعية هنا في تهامة، ومن المحبين للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية. بجهود ذاتية شخصية استطاع أن ينتج هذه الثمار من النخل التي تلاحظون أحبتي المتابعين، والتي قام بزراعتها من أين جبت القضبة؟ يعني بنجاح والله. القضبة هانا قريبة، يعني في جنوب الحديدة. منبر، ايوه هذا في منبر، هذا من حق منبر. نعم ايوه، هذا غرسات شتاء. كل النخل اللي موجود هنا كله هذا من منبر. ايوه طبعا الوالد مهتم ايضا بمجال زراعة الحبحب والشمام الذي تستهل بتيامة، اضافة الى ذلك اهتمامه بالبابايا، والان اصبح ايضا الاهتمام بالثروة الحيوانية شغل الشاغل. ليش اهتميت بالثروة الحيوانية؟ أرسلنا حديث حق الأب والجد من زمان كهواية، يعني غريزة مش هواية بس. الله الله، الأبقار، الأغنام، المواشي، الحمير، أيوة كل هذا هواية. حس هذا الشيء كهواية لك أو أنا الآن سلمت كل أعمالي لأولادي الله سبحانه وتعالى. أيوة فيهم، وأنا متجه في مجال الزراعة والتنمية. أنا شايفك كل يوم من الساعة من الفجر وأنت صاحي يوميا. أيوة دائما تحب تطلع بالصباح، يعني يوميا تحس براحة، يعني مع الطبيعة، مع المزارع، مع المواشي، مع الزراعة، مع البذور. أنا ما أجلس، أنا أجلس هنا في المصنع واروح اروح المزرعه نص الساعه 6 الصباح. لازم كل رحلاتك في الخارج وخارج البلاد واكثر من بلد زرتها، بس تحس راحه نفسيه وانت داخل المزرعه اشد مما كانت من ايام العمل. احسن مما انا كان بالعمل. الله الله، انا لما اكون برا بسافر بعيد او لا، أيوة، ما استطيع اجلس كما ما انا جالس في المزرعه. الله الله، في بلادي انا مرتاح، مبسوط على في زراعه، في لانه اصلا شوف لو ما تحقق شيء وانت في وطنك، نعم، تحس بشيء انك عملت لك قيمه حتى مستقبلك. نعم، اولاد اللي بعدك رزقهم على الله سبحانه وتعالى، بس انت تحس انك حققت لهم شيء يقوموا بعدك. نعم، فلذلك اتمنى ان يكون معي واحد خلف لي من اولادي، من اولاد اولادي، هذا واحد من اولاد اولادي ما شاء الله، ان يكونوا بنفس الوقت مهتمين بنفس الجانب الحيواني والزراعي. هذا مهم جدا. انت الان لك خطه، قلت لي انك ستقوم بزراعه برسيم، ونحن كمخبراء مهندسين باذن الله سنقوم بنساعدك ان شاء الله. هذه فاضي، هذه ايوه، هذه المناطق المربعات اللي تستفيد منها. وانا عند البابايا ازرع برسيم، انا اشتري. اذا احبه المتابعين، من وقت الظهيره هنا من الحديده، اضافه الى هذا باقي معي ارض مزارع ثانيه للامطار. ايوه هذه ايام الامطار ازرع هذا ما شاء الله، الحمد لله. هذه اللي على المطر بس، على المطر ما شاء الله ازرع الدخن، حصل 60 قدح ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. ما بيعمل بس انا حصلت 60 قدح. وايش تستخدمه؟ افرق للناس، الاصدقاء، المساكين، لنا ناكل منه الدخن ما شاء الله. طيور معي، انا بروي لك الان معي طيور. الطيور هذه ايش نوعها؟ هذا كناري. كناري ها؟ هذا ياكل كل 20 يوم كيس دخن. الله الله، قدح ونص. الله الله، كل 20 والله كل 20 يوم كيس دخن معاهم. اذا احبتي المتابعين راح نصور الطيور الكناري لحظة تلاحظوها ان شاء الله انتم. كانت هذه المقابلة مع واحد من اشهر المزارعين ورجال الاعمال اليمنيين، الوالد الحاج احمد علي الخولاني. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.